هي ليست انتفاضة لتحرير بيت المقدس، وليست معركة لنصرة المسلمين المضطهدين في شتى أصقاع العالم. هي مباراة في لعبة كرة القدم، استعملت فيها جميع فنون القتال المسموحة والممنوعة. مباراة الجولة 24 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس بين صاحب الأرض اتحاد حجوط والضيف اتحاد بالعباس خرجت عن إطارها الرياضي وتوقفت في دقيقتها 75، والسبب أحداث مأساوية كرست قاعدة مفادها. المنظومة الكروية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مصابة بداء الانحراف وتحتاج لدخول غرفة الإنعاش وفي أقرب الأجال. نعتبر أحداث مؤسفة يعني، ومن جهة أخرى هذه ظاهرة أصبحت متعودين عليها في الكرة الجزائرية. من فريق اتحاد حجوط يعني رغم الوضعية اللي راهم متواجدين فيها، إن المناصر في بعض الأحيان يكون عنده حماس أكثر من اللزوم يعني، وتشوف يعني المباراة تتوقف في وقت اللي عندهم مخالفة في 20 متر. الشفاء العاجل للاعبين المتواجدين في المستشفى. قاريش يعني لا أقول خطيرة، حتى ربما الأهل تاعو رايحين يشوفونه من بعد، عنده إصابة متفاوتة الخطورة. نتمنى إن شاء الله نقل إلى مستشفى بليدة الآن لاعب قاريش، وكاين لاعب في الراجي أيضا اللي عنده عملية جراحية اللي كان مديرها في الجنو تاعو ضربوها وتحلت له، وعندنا اللاعب الثالث عاتق اللي كان عنده ضرب في الوجه كسر في الانف يعني اشياء هذه والله العظيم غير مؤسفه. في نقاط فني الاحداث ما تشربش، احنا نورمال المفروض مباراه كره قدم خرجت على الاطار تاعها 72 دقيقه كنت مشهد، كنا متحكمين في المباراه، اللاعبين داو مباراه بطوليه مشكورين على الشيء اللي قاموا به. من بعد يعني الامور تغيرت، اقتحام أرضية الميدان في اللاعبين اللي راهم في المستشفى. نتمنى ان شاء الله يعني الاصابات ما تكونش يعني تفوت الخطوره اللي تقدر يعني تضيع حياه خاصه قاريش. والله عموما ما رانيش راضي بشي اللي صرا، لانه حجوط انا خدمت من قبل مدينه رياضيه جمهور رائع عنده تاريخ، ولكن شي اللي صرا اليوم حتى عندي علاقه كبيره مع الرزازي مع زميتي مع ابو معشوق، ولكن ما فهمش على الامور خرجت فيها زوج لاعبين اللي كانوا مصدر الشيء اللي صار كامل المنافس، وزيد الجمهور لما دخل تشوف الاصابات متفاوته يعني عند اشيو عند عوز ناجي بدون ما ننسى فراجي بدون ما ننسى اللي راه في المستشفى. شفنا دي سوبورتر اللي يصدموا في تيران، تولي تحب تسلك روحك ما توليش تخمم في كره القدم. انا واحد بديت تدرب وكذا سي مالور، واش تحب نقول؟ الحمد لله سكلكنا. كاين دي جوار انا نخمو عليهم مازالهم في السبيطار، كاين اللي راه مصروع مازال ما سي با بور دراماتيزي، بصح يفو سانكسيوني سو جور دو كومبورتمون، هذا ما يشرفش الكره الجزائريه. احداث كيما هذه في كره القدم في بلادنا احداث مؤسفه، كيما راكم تشوفوا هنا تقدر تقول بلي رانا عشنا الجحيم اليوم. المباراه كانت تسير في ظروف عاديه حتى دخول شبه الانصار الى الميدان وين اعتادوا على اللاعبين تاعنا، هذا شيء مؤسف ما يفرحش كما يقول لك. الكره الجزائريه مازالها فريمون مريضه، وان شاء الله حنايا نتمنوا الشفاء ديجا اللاعبين تاعنا اللي راهم في المستشفى، ان شاء الله ما يكون صار لهم والو.